شاب في مقتبل العمر قرر يدخل الوكالة بنكية للاستيلاء على المال. يا شي فلوس مطبيعه ما بغيت نشوف واش وصلوا ولا ماشي وصلوش. يا الوليد سيتي قرر يقوم بعمليه سطو مسلح تحت طائله التهديد بالسلاح الابيض. دخل على القابضه في الوكاله، شهر في وجهها سكين، هددها، كبلها ودى الفلوس. لكن اشنو وقع من بعد؟ مسرح الجريمة يأتيكم هذا المساء عند الأوقات التالية على قناتكم ميديان تيفي.